درسنا العلوم اليوم رح ناخده كتير حلو، هو عن الغدد الصم. تعرفنا على مقدمة منه في الدرس السابق. كان يذكرني من هي الغدد الصم؟ لانا. هي غدد موجودة في الجسم عددها 12 غدة. سوف نتعرف اليوم على الغدة النخامية. أين تقع هذه الغدة؟ ما وظيفتها؟ ماذا تفرز؟ الغدة النخامية تقع على الوجه السفلي للدماغ، على الوجه السفلي للدماغ، وهي صغيرة جدا. تأتي بقدر حبة الحمص، بقدر حبة الحمص حجمها. قال ماذا تفرز وبماذا تفيد هذه؟ قال تفرز مواد ضرورية للنمو الجسم. ماذا يحصل إذا توقف إفراز هذه الغدة؟ تعالوا لنتعرف على ذلك عبارة عن تجربة صغيرة. إذا اعتبرنا هذا جسم الإنسان وهذا الدم، أين تفرز هي موادها؟ في الدم. إذا تفرز موادها في الدم. عندنا هون مفرزات الغدة النخامية، وعندنا هون جسم الإنسان اللي فيه الدم اللي هي بتفرز مفرزاتها وين؟ أين تفرز مفرزاتها الغدة النخامية؟ في الدم. أحسنتم. إذا تفرز بكميات كثيرة ولا بكميات قليلة؟ كميات يا خنساء قليلة. إذا بكميات قليلة، إذا هي بتفرز مثلا بالدم نقطة نقطة نقطة، فيزداد نمو الجسم، فيزداد نمو الجسم. عندما تزداد إفرازها يزداد إفرازها يزداد 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 إفرازها. إذا زاد عن حجمه الطبيعي يصبح الإنسان يسبب زيادة نمو الإصابة بالعملاقة، يصبح الإنسان عملاق. النخامية هي مسؤولة عن نمو الجسم، إذا توقف إفرازها إيش بصير للجسم؟ يتوقف. يتوقف. أحسنتي. إذا يتوقف نموه.